ربك يوم ما بيقفل باب بيكون فاتح باب قبليها، ومحدش في الدنيا دي عارف الخير فين او جاي منين. كل ما دقت خليك مؤمن بتفرج من بعد دقيقة، لو مسدودة في وشك اضحك لها لو حتى حزين، اضحك لها لو حتى حزين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم والسلام عليكم وأقرب طريق. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في يوم سأل نفسه هل ربنا بيحبني؟ يقول راودني هذا السؤال فتذكرت أن محبة الله تعالى لعباده تأتي لأسباب وأوصاف ذكرها في كتابه الكريم، قلبتها في ذاكرتي لأعرض نفسي عليها لعلي أجد لسؤالي جواب، فوجدت أنه يحب المتقين، ويعني ولا أجرؤ أن أحسب نفسي منهم، ووجدت أنه يحب الصابرين، فتذكرت قلة صبري، ووجدته يحب المجاهدين، فتنبهت لكسلي وقلة حيلتي، ووجدته يحب المحسنين، وما أبعدني عن هذه. حينها توقفت عن متابعة البحث، خشيت أن لا أجد في نفسي شيئا يحبني الله عز وجل لأجله، وتفحصت أعمالي فإذا أكثرها ممزوج بالفطور والشوائب والذنوب، فخطر لي قول الله تعالى إن الله يحب التوابين، كأنني حينها فهمت أنها لي ولأمثالي، فأخذت أتمتم أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه لعلي أدخل في أحبابه. التوبة مأخوذة من الرجوع والأوبة، الرجوع عن فعل كل ما يغضب الله، والرجوع ده يتطلب إنك تترك اللي يمنعك عن الوصول لله، تترك المعصية أو الذنوب. الترك هو أساس النجاح، قاعدة في إدارة الحياة وضعوها علماء الإدارة، بمعنى عشان تنجح في هدف عايز تحققه لازم تترك شيء في سبيل شيء آخر. يعني لو حد يعني بيعاني من مرض السكر مثلا لازم يترك أكل السكريات كتير، لو حد عايز يخس مثلا لازم أترك الأكل الدسم، لو عايز أكون ناجح لازم أترك النوم الكتير والكسل. والترك ده عايز نفس قوية تتحكم في إرادة حياتها، ودي سنة في ديننا. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، شوف إيه اللي ممكن ينفعك واعمله، واللي يضرك سيبه. الترك هو أساس النجاح، ولو عايزين نرجع لربنا ويتوب علينا لازم الترك، ترك الذنوب. طب إزاي أقدر يعني أترك الذنب ما أنا بسيبه وارجع تاني أضعف؟ اعمل يعني اشغل نفسك بالحق. قاعدة تانية قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. خلي في يومك يعني مشغول بالطاعات، كتر من الأعمال الصالحة، ساعد الناس، روح اتعلم قرآن، خلي في عملك نية جميلة لنفع الناس، اشغل نفسك بمرضات الله، خلي يعني يومك مليء بالذكر، اعمل مثلا ورد لنفسك من الأذكار، واظب على الاستغفار، تسبيح، الصلاة على النبي، الصلاة في أوقاتها، ودي الأساس وأهم حاجة. جاء رجل لسيدنا محمد وقال إنه يعني أصاب من امرأة لا تحل له إلا أنه لم يجامعها، فقال النبي توضأ وضوء حسن ثم قم فصلي، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال يعني رجل يا رسول الله ألي هذا؟ فقال بل هي للمسلمين عامة. قال معاذ ابن جبل يا رسول الله أوصني، قال اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، طب لو ضعفت وغلبت علي نفسي اتبع السيئة الحسنة تمحها، كتر من الحسنات. طب ازاي احصل على الحسنات دي؟ من طرق كتير، اهمها خالق الناس بخلق حسن، ساعد الناس، اتعامل معاهم بخلق. قال لها يا سيدي امنع نفسك عن الإذاء، يعني ما تختبش ما تظلمش، اشغل نفسك بالحق، الحق واضح، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. المعصية في القلب هي الباطل زي الظلمة، والطاعة في القلب هي الحق زي النور.
مشايخنا بيبسطوا لنا الموضوع ده ازاي؟ يقول لك لو كنت في غرفه كلها ظلمه ودست على مفتاح الكهرباء الظلمه هتختفي على طول. هي كده الطاعه بتزيل المعصيه. ان الباطل كان زهوقا، يعني عملت معصيه فبعدها ندمت وتبت وعملت حسنات فتتمسح السيئه على طول. عبد الله بن ابي السرح اسلم وهاجر مع النبي الى المدينه، وكان موضع ثقه للنبي، فكان من كتاب الوحي. ولما نزلت سورة المؤمنين نادى النبي الكتبة من الصحابة، وكان منهم عبد الله بن أبي السرح، فرتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم خلقناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فأكمل عبد الله سريعا وقال: فتبارك الله أحسن الخالقين، من شدة انبهاره بعظمة الله في خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، هكذا أنزلت علي. فدخل في قلب عبد الرحمن بن أبي السرح الشك، وقال في نفسه: لو كان محمد صادق فقد أوحي إلي كما أوحي إليه، وإن كان كاذبا فقد قلت مثل ما قال. فارتد وعاد للوثنية وهرب لمكة، وكان من أشد الناس محاربة لهذا الدين. وأنزل الله قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. مرت سنين، فجي فتح مكة، فالنبي أمن الناس إلا أسماء معينة، وكان منهم عبد الله بن أبي السرح، وأمر بقتلهم حتى لو كان يعني وجدوهم معلقين بأستار الكعبة. كان عبد الله أخو سيدنا عثمان بن عفان في الرضاعة، فاستغاث عبد الله بسيدنا عثمان وقال له: يعني إني اخترتك على غيرك، أريدك أن تؤمني عند رسول الله، وإني جئتك تائبا نادما. فأخذ سيدنا عثمان للنبي، ولكنه أعرض النبي عنه بوجهه. فكل شوية عثمان يلحقه والنبي يعرض ويقول يعني إن أمه كانت ليها فضل كبير عليه، فيعرض النبي فيقبل رأسه ويقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أتبايع؟ فقال النبي: نعم. فبايعه من جديد وأمنه وأسلم وحسن إسلامه، ويعني عرف أنه عشان يغفر ربنا ذنبه لازم يكثر من الحسنات والأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكان عبد الله يعني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أمين على الصدقات، فقال له سيدنا عمر: لم يعني لما لا تأخذ المال؟ ما كانش بياخد فلوس مقابل عمله. فقال له يعني أنه الحمد لله مش محتاج ومش عايز، يعني عايز يعمل ده لله بدون مقابل. فاعترض سيدنا عمر، لأن النبي أخبر سيدنا عمر في موقف مشابه أن يأخذ المال مقابل عمله، فإما أن يتقوى به أو يتصدق به. وشارك عبد الله في فتوحات عديدة، وشارك في فتح مصر، فكان قائد الميمنة في جيش عمرو بن العاص، وفي عهد عثمان بن عفان عين ولي على مصر، وقاد غزوات كتيرة وفتوحات. فمن بعد ذنبه العظيم إلى قائد وفاتح وولي، بعد مقتل عثمان والفتنة اللي حصلت اعتزل السياسة وظل عابدا لله، وسأل ربنا أنه يجعل خاتمته صلاة الفجر. وفعلا في يوم صلى الفجر هو بيسلم من صلاته قبضت روحه: وإن سألني لأعطين، وإن استعاذني لأعيذن. ده هو وعد ربنا لأحبابه، إن الله يحب التوابين. أقرب طريق هي التوبة والرجوع لله وترك المعاصي. اللهم ارزقنا حسنات تذهب سيئاتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلى وأعلم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. ربك يوم ما بيقفل باب بيكون فاتح باب قبليها، ومحدش في الدنيا دي عارف الخير فين او جاي منين. كل ما دقت خليك مؤمن بتفرج من بعد الدقيقة، لو مسدودة في وشك اضحك لها لو حتى حزين.